هذا الكتاب ضياء وللصدور شفاء ورحمة المؤمنين والمؤمنات سواء. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزداد بالتجويد إكراف أمتنا تركع ثوبها بالوهم تخفض رأس آل يهود اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويليل قلب حسود من قومنا ويلين قلب حسود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فهاواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول فتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا
ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقولنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك فكن من الشاكرين. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى. وادمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آيات ربنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. أنا كنت أقبالي والله لكسي eleke ta yi ma jo foru paro pe Allahu akbar afa wa siddiq Allahu ni bohun na je ela ko sami
Allah nabi lo do ohun na nda si ni Allah e wa nfo hun ti yin e fi ka lu Quran ni ha Allah won ni gba lowo yin amen Allah nabi lo do Olorun amen.